مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم من جديد. وما زلنا بنستكمل فقرتنا الثانية والأخيرة واللي بنتكلم فيها عن القصور الخاصة بالوجه والفكين والأسباب بتاعتها الكتيرة جدا واللي فردنا فيها في بداية الفقرة، ونكمل بقى العلاج. ودي خطوة أهم شيء في أي كسر ممكن نتعرض له، إزاي نقدر نخرج منه بأقل خسائر، ممكن إزاي نرجع نتعامل مع حياتنا بشكل طبيعي. خلوني بس أرحب بضيفتي مرة تانية، دكتور أماني خليفة، السيد استشاري جراحات الوجه والفكين بمركز ابحاث القاهره. برحب بيكي، اهلا نوراني بيكي حبيبتي. وشرفوني. اهلا بيكي. اهلا. اتكلمنا في بدايه الفقره عن الاسباب وفردنا تمام. فيها، وصلنا لمرحله العلاج. اه العلاج قلنا فيه سلوك وشرايح وحاجات كتيره قوي. ايوه. لو انا وقفت عند نقطه السلوك دي، هل بتبقى من خامات بتدوب مع اللثه ومع الوجه والجلد، ولا بعد وقت وفتره زي المعتادين عليه بنفك الغرز ونفك الشرايح والكلام ده؟ ابتدي معاكي كده كاني في حاله قدامنا ونبتدي نتخيلها من اول ما حصل المشكله لغايه ما تخرج من باب المستشفى. ازاي دلوقتي هنقول حصل حادثه على الطريق؟ نعم. في عندنا جزئيتين، لا اما المريض يفقد الوعي لا اما ما يفقدش الوعي. نعم. لو فقد الوعي طبعا عربيه الاسعاف المفروض ان هي بتيجي وبتبتدي تتعامل مع الحاله. نعم. وبتبتدي تنقله على الاستقبال في اي مستشفى. بالظبط. تمام كده. اتنقل على الاستقبال في المستشفى، بيبتدي اطباء طوارئ يتعاملوا معاه، لو في نزيف بيوقفوه قبل النزيف كمان، لو بيشوفوا مجرى التنفس شغال ولا لا، لان ده طبعا لو الهواء النفس مش داخل وطالع يبقى كده خلاص المريض، فبيبتدي يتعاملوا اول مع مجرى التنفس يشوف داخل طالع ولا لا. وفي طرق كتير للمحافظه على مجرى دخول وخروج الهواء. نعم. بعد كده بنبتدي نشوف الحتت او الاجزاء اللي بتنزف، خصوصا احنا عندنا منطقه الوجه والفكين قريبه قوي من منطقه الانف ومنطقه الفم. والاثنين دول هم المداخل الطبيعيه، الانف طبعا في الاول وبعدين الفم، مداخل الطبيعيه لدخول وخروج الهواء. فطبعا دول لازم نحافظ عليهم بوضعهم الطبيعي على قد ما نقدر عشان نطمن ان المريض يفضل ايه عايز. على قيد الحياه. تمام. اتنين، النزيف. ممكن اول مريض يكون يتعرض لكسر في الوجه والفكين، لكن يتعرض لكسر في مكان تاني. نعم. او يتعرض لنزيف داخلي. نعم. فطبعا بيتعمل عليه اسسمنت او بنبتدي نعمل عليه فحص شامل علشان نشوف الحاسه دي مداها ايه. وبينطبق الكلام زي ما بينطبق على الحوادث الطرق بينطبق على المشاجرات، لان طبعا في ناس بتتشاجر مع بعضها زي ما قلنا لاسباب بعيده جدا للاسف، وقالت حاده ويدخل في الموضوع طبعا يعني الفترات الاخيره يعني. ربنا ان شاء الله يعني ايه يطلعنا من المشاكل الزياده دي او المشاكل الزياده دي على خير. وبعدين بعد ما تعاملنا مع الحاله وابتدينا وقفنا نزيف وشفنا مجرى الهواء في الاول. نعم. بتيجي بقى نشوف ايه، هل العيان ده احنا طبيب الطوارئ قال لي ان هو عنده كسر في الوجه والفكين. نعم. ولا ما عندوش. هنفترض طبعا ان عنده، ممكن يكون عنده كسر في الوجه والفكين. نبتدي نعمل اشعه مقطعيه نشوف مدى تعمق او مدى وجود الكسر فين. شكله ايه؟ هل الكسر ده يتعالج بطريقه تحفظيه؟ بمعنى يعني انا دلوقتي حافظت على سلامة العيان، على العيان على قيد الحياة، ممكن قوي لو الأمور بسيطة خليه يفضل لغاية تاني يوم الصبح لو جاي مثلا بالليل، بحيث ان انا يروح العيادة الخارجية عشان ابتدي اتعامل مع الحالة. انا ماشية بتسلسل من اول الحيان ما حصل له المشكلة لغاية ما دخل الطوارئ لغاية ما دخل العيادة الخارجية. انا في العيادة الخارجية ببص على الاشعاعات تاني وابتدي اقول الحالة دي هتتعالج عندي تحفظي. تحفظي بقى يعني ايه؟ تحفظي يعني في هي اسلاك من نوع معين بتتحط على السنان فوق وتحت بحيث ان انا اقفل الفم تماما. نعم. اقفل الفم تماما ده بيعمل لي ايه؟ انا دلوقتي لو حصل لي كسر في ايد او في رجل او في اي مكان غير الوجه والفكين بيحصل ايه؟ الدكتور بيبتدي يرد الكسر ويبتدي يعمل له جبس. بالظبط. تمام؟ ده الخطوات الطبيعيه. انا بعمل ايه بقى؟ انا كدكتور اسنان انا ما ينفعش اجبس المنطقه بتاعت الوجه والفكين. بالظبط. فانا برد الكسر بطريقه معينه انا بعرفها، بما اني دكتور اسنان هعرف ارده صح. اما الاسنان بتاعتي تقفل على بعضها يبقى انا رديت الكسر. خلاص؟ طب وبعدين بعد كده ببتدي اقفل الفم بتاعه بهذه الاسلاك لمده تتراوح من 3 اسابيع لست اسابيع. فتره مؤقته بس. وبعدين بفك الفم. وبعدين بالظبط كده. طول الفتره دي بياخد ايه؟ بياكل ازاي؟ عن طريق كلها حاجات سوائل. بالشاليمونز او الشفاطات العاديه بتاعت اللي احنا كلنا عارفينها، وكل حاجه بتبقى يحصل لها ميكسنج او بتضرب في الخلاط ويبتدي ايه ياخد الاكل بتاعه، لان لازم التغذيه السليمه في هذه الفتره
لانه لو ما اتغذاش بشكل سليم الشفاء او يكون الجرح يلم او العظم يلم على بعضه بالزبط. ده هيتاخر، وانا محتاجه ان انا اقوي مناعه العيان بالاكل المظبوط عشان خاطر اقدر ايه اوصله لمرحله الشفاء. ممكن اكيد في فتره الاكل والحاجات دي بتدخل بطريقه مش يعني مش عارف يتحكم فيها او كده، اكيد في محتاج يعني في ممكن حاجه الجرح يتلوث حاجه تحصل. طبعا بقول للعيان، انا بقول دايما العيان طبعا اول ما بحط له الاسلاك دي وبقفل بقه بقول له دايما ايه، هتغسل بفرشه ومعجون عادي كانك فاتح بقك خالص، بفرشه طريه ومعجون عادي خالص. ما تاكلش حاجه وتسيبها على اسنانك فترات طويله، لان ده انت قافل بقك يعني بعد كده ان كميه البكتيريا وكميه البكتيريا اللي موجوده جوه الفم بتزيد، لان انت ما فيش دايما هنقول ايه غسيل او مضمضه. فانا اول ما الاكل يبتدي يبقى يعني اكل واخلص اكل ابتدي اغسل اسناني بفرشه ومعجون، يمكن هو كمان اكتر من الناس العاديين. جميلة. وبعدين بعد كده بعد 3 اسابيع طبعا في اول ما اخلص العلاج بتاعه او اركب له الاسلاك ببتدي بديله خطه علاج معينه، من فيها مضاد حيوي، فيها مضادات للالتهاب، فيها مضادات للتورم، فيها مضمضه وبقول له يتمضمض ازاي، وبقول له على طريقه الاكل الصحيحه، وبيجي لي متابعه كل اسبوع مره لغايه ما يعدوا الفتره، وبعد كده بفك كل الاسلاك. لو حبيت اعمل اشعه قبلها يبقى كويس قوي، اوكي اعمل اشعه قبلها عشان اطمن ان الكسر ايه ابتدى، يعني الامور ابتدت تبقى طبيعيه. تمام. وافك الاسلاك ويرجع العيان بشكل طبيعي خالص. تمام. ده بالنسبه لو حد عنده اسنان. بالظبط. لكن لو حد بقى طاير الاسنان بتاعته والفك في مكان وفي حاجات اتخرجت عن مكانها والكسور صعبه جدا. الكسور الصعبه جدا تعامل هنا في الحاله دي. طبعا ايه الكسور بقى الصعبه دي بيبقى ليها خطه علاج مختلفه تماما، اللي هي عن طريق البنج الكلي بيدخل اوضه العمليات وبتدي احط شرايح ومسامير. الشرايح والمسامير دي باشكال معينه زي ما قلنا في اول الحلقه، ومن نوع معين ومقاسات معينه، كل كسر وليه الشريحه الخاصه اللي هتقدر توصله للمرحله الطبيعيه. تمام. الشرايح والمسامير دي في منها شرايح بتتشال بعد فتره. نعم. وفي شرايح ما بتتشالش، صغيره في الحجم ما بتتشالش، بتفضل دائمه. ليه؟ لان هي معموله من ماده خامله، ماده العظم ما بيهاجمهاش، وبالتالي انا ثبت الشرح بشريحه صغيره مفيش منها اي مشكله. بالظبط. وبالتالي يخرج العيان من اوضه العمليات. نعم. برده بيتغذى تغذيه بطريقه معينه في الاول سوائل. العيان اللي بيخرج عندي من اوضه العمليات ساعات ممكن يدخل، طبعا المفروض طبعا في اول يومين او في اول يوم بيبقى بقه مفتوح عشان اطمن على مجرى الهواء وهو داخل وطالع. جميل. ساعة خروجه من اوضه العمليات على طول. اهم حاجه عندنا الهواء طبعا، لان ده حقيقة على قيد الحياه بيتنفس، مش على قيد الحياه ما بيتنفسش. بعد فتره بقى ببص هل انا رجعت قفله السنان على بعضها بشكل طبيعي، ولا محتاج ان انا اركب له بعض الاسلاك او بعض الحاجات المعموله من ماده البلاستيك بحيث انها ترجع له الاسنان للوضع الطبيعي. ده تقدير الدكتور جراح الوجه والفكين. دي نقطه مهمه جدا. من سؤالي هنا انه يعني اكيد في ناس بتبقى خارجه ممكن ما يرجعش الشكل الطبيعي، هنا التعامل ازاي ولا كل الحالات؟ المفروض ان انا طالما رحت للدكتور ودكتور متخصص ان يرجع لي الشكل الطبيعي، وخصوصا في الكسور ده حتى لو كسر صعب جدا يا دكتور. ما كسر صعب يعني حتى بناء على ايه؟ هل انا ما رضيتوش حتى كانت صعبه جدا، حاسه صعبه، هل فقد لسه بقى الجزئيه اللي حضرتك عليها. لو فقد المريض بتاعي او حصل له الحادثه جزء من العظم، يبقى لازم اعمل عمليه تعويضيه للعظم المفقود. تمام. لان انا عندي الفكين بتوعي ليهم شكل معين وليهم زوايا معينه، وانا بستعملهم او العظم الفك ده المفروض ان فيه اسنان، فانا حتى لو فقدت اسناني لازم اعمل عمليه تعويضيه للاسنان اللي فقدت دي، بحيث ان انا اقدر استعمل الفك بتاعي بعد كده. ما هو لو فك من غير اسنان الشكل يبقى قرب من الطبيعي، بس برضه عدم وجود الاسنان عامل نسبه تشوه. اكيد. فلازم اعوض الاسنان المفقوده. بايه بقى؟ تعوض الاسنان المفقوده باكتر من نوع. النوع الاولاني ممكن طقم متحرك او نص طقم او طقم جزئي متحرك. حسب العدد الواقع. حسب العدد الواقع. ودي عمليه بسيطه وبيتاخد مقاسات وبتروح المعمل وبتعمل لي الايه؟ التركيبه الجزئيه للاسنان المفقوده. تمام. ممكن اعمل بعد فتره ولما الجرح يلم تماما وحاسه ان الدنيا ابتدت ترجع للوضع الطبيعي التركيبات ثابته، والثابته دي زي كلنا عارفينها اللي هي الايه؟ الكباري والطرابيش والحاجات اللي احنا كلنا ايه يعني لازم اكون ممكن نكون اتعرضنا لها. اخر تقنيه وهي مش قريب، هي من يعني مش بقى لها فتره، اللي هي زرع الاسنان وغرسات الاسنان. دي بتخليني ان انا احافظ على اسناني اللي موجوده اوريدي، ما ببردش منها حاجه عشان اعمل عليها كوبري، وفي نفس الوقت ايه بحط حاجات يعني بحط حاجات خامله او حاجات برده ما تتفاعلش مع العظم اللي هي الغرسات،
وبالتالي بركب عليها من فوق الطربوش بتاعها او البريدج بتاعها اللي هو الكوبري، وبتعمل وبستعملها كانها اسنان طبيعيه 100%. طبعا اللي انا قلته ده كله بياخد فترات. دايما المريض اللي بيتعرض لحادثه بيبقى مستعجل جدا على ان كل حاجه ترجع لوضعها الطبيعي. بالظبط للاسف. بنقول له اه، بنقول له احنا هناخد وقت، بس ان شاء الله بعد فتره من الوقت يعني بفضل الله وبصبرك معانا ويعني والعلم اللي ربنا ادهولنا ان شاء الله هترجع للوضع الطبيعي بتاعك، وبطمنه خالص وبيرجع الحمد لله يعني بصوره جميله. وبتدوا له التمهيد انه هياخد فتره قد ايه؟ لانه احيانا بيبقى على حسب الحاله، عدم يعني توقع لحاجه معينه وما جاتش دي بتبقى صعبه عليه، يعني بكره هخف ويلاقي لسه ما فيش حاجه لقمت، ما فيش يعني في حاجات محتاجه منه تاني تدخلات اخرى طبعا في حالات بتاخد لو هي حاجه بسيطه بتاخد له حدود شهرين وقبل ما اخلص اللي انا قلت ده كله. شهرين جميل. يعني المريض يرجع لا مش كتير. وفي حالات بس طبعا بتقعد اكتر من سنه، سنه ونص، سنتين، على حسب بقى الكسر. وهو المريض اصلا يعني ايه، يعني اما بيطلع ويبتدي يعرف ايه اللي حصل والحاسه كان قد ايه حجمها والناس اللي حواليه بيقولوا له، طبعا لازم يحمد ربنا على كل حال. واحنا بنطمنه وفعلا مش اطمئنان كده مجرد كلام، فعلا بنوري له حالات. يعني طبعا دلوقتي اي حد عايز يعرف اي معلومه بيدخل على النت ويبتدي يشوف، حتى يكتب مثلا كلمه واحده كسر في الفك العلوي ويبتدي يشوف بقى سلسله من الصور والسلسله من الحالات اللي حصلت بنفس الطريقه. ومعظم الحالات اللي موجوده عندنا على الانترنت موجود قبل العمليه، موجود بعد العمليه، فهو عارف تسلسل الاحداث من غير ما اقول، بس انا باكد المعلومه. عاده لما حد بيحصل له حادثه بتبقى في كسور كتير جدا في جسمه كله. هنا لما بندخل بيدخل جراحه على طول. ايوه. هل هنا بيفضل لو عنده حاجه في وشه وحاجه في جسمه يبقى جراحه وجه وفكين وجراحه عامه، ولا لا خلاص طالما الجراح معاه اشتغل يشتغل في كله؟ لا، الافضل التخصصين. طبعا ده في حتى حاجات في الجراحه، يعني احنا بنبقى واقفين مثلا في اوضه العمليات مثلا بنقول الجزء ده مثلا محتاج احنا هنعمله، بس محتاجين حد انف واذن، جراح انف واذن يبقى واقف معانا عشان في حته معينه في جزء معين في الانف لازم جراح انف واذن هو اللي يشوفه هو اللي يشتغله. فعشان كده بنقول دايما التيم ورك في اي مكان بيدي نسبه نجاح عاليه جدا. محدش بيستاثر المفروض طبعا في اوضه العمليات بحاجه لوحده، احنا فعلا بنبقى واقفين تيم ورك يعني فريق عمل. حين. كل واحد عنده خبرة في جزئية معينة لمصلحة المريض طبعا هتفرق يعني كتير في حالة جداً. المريض لو انا خايف على المريض وعلى شكله وعلى بالضبط. نهائي الشكل النهائي ليه، هو العيان اول ما بيفوق بيبتدي يشكرك اقول له ده احنا عملنا كذا وعملنا كذا والدكتور فلان اتدخل وعمل الجزء الفلاني، ويبتدي اعرفه ايه اللي حصل. طبعا بناخد دعوات جميلة جدا الحمد لله، يعني ان ربنا بيخلينا في يعني يبقى في ميزان حسناتنا، وان احنا بنقدر نخلي العيان يرجع لحالته الطبيعيه. جميل قوي. بفضل الله. ده اللي بنتمناه دايما، انه اي حد يحصل له اي حاجه انه يرجع لحالته الطبيعيه، لان دي اهم حاجه عنده. عشان يتعايش معاه. اسئله كثيره جدا، اول ما يحصل له اي مشكله انا هرجع زي شكلي تاني، هرجع اكل زي ما كنت باكل، هرجع اتعامل مع ناس، هروح شغلي، هعرف اتحرك تاني. نتعرض لكل الاسئله دي وبيبقى عندنا رد منطقي. ويفضل ان احنا ابدا ما نقولش للعيان معلومه خطا. يفضل لان ايه؟ المعلومه الخطا اللي هنقولها هنحاسب عليها. يعني لو قلنا له ميعاد غلط هيبتدي من قبل الميعاد بفتره يبتدي يسال امتى، طيب انا ما رجعتش للوضع الطبيعي. لو حتى نسبه النجاح ضعيفه انا بقول نسبه النجاح الضعيفه دي قد ايه. بالظبط. لو انا تخطيتها يبقى انا الكويسه، لكن لو انا ما وصلتلهاش يبقى انا مش شغلي. حتى المريض مش هيقتنع ان انا ما عرفتش اوصل لها لان الحاله صعبه، لا يقول لي انت قلتي لي كذا لازم توصليني النسبه اللي انت قلتيها. حضرتك قلت لي في خطة العلاج ممكن تكون خطة علاجية جراحية وممكن أخرى غير جراحية، إمتى ما بيحتاجش الجراحة؟ إمتى ما بيحتاجش؟ ولا الكسور في العموم لازم التدخل الجراحي؟ لا، هو بقى إيه يعني قصدي حضرتك تدخل جراحي اللي هو جراح وجه وفكين اللي يشتغل يعني أسنان العادي؟ لا، إحنا بنتكلم على وجه وفكين وجراحة تخصص، بس هل الكسر في حد ذاته ممكن أعالجه علاج دوائي، علاج آخر غير التدخل الجراحي، ولا في كل الأحوال بيحتاج كل الأحوال جراحي؟ لازم الكسور يبقى فيها تدخل جراحي. هو بقى نوع الجراحة إيه؟ جراحة تحفظية؟ ولا جراحة بتخدير كلي وفتح وخياطة وأوضة عمليات؟ هو ده الفرق. لكن كله لازم جراح أسنان اللي اشتغل ويكون مع التخصص. ما انصحش طبعا لأي حد يروح لأي دكتور أسنان عادي يقول أنا عندي كسر في فك عالجهولي، لا أنصح بهذا تماما. لأنه مهما كان المتخصص هيديني فايدة أكتر وهيديني خبرة أكتر في الحتة اللي هو بيشتغل فيها. بالظبط. زي أي حاجة. الجراحة التحفظية بيكون شكلها إيه وإمتى بحتاجها؟ هي دي اللي احنا قلنا عليها اللي فيها أسلاك
اللي فيها اسلاك بتتحط على الفك العلوي والسفلي وبيتقفل الفم لمده من 3 ل 6 اسابيع على حسب السن وعلى حسب الحاله، وبنفكها بعد فتره بعد 3 اسابيع دول ويرجع الحاله لوضعها الطبيعي. الجراحه الثانيه، الجراحه الثانيه هي الجراحه بقى اللي فيها اوضه تخدير وعمليات وجراح وجه وفكين اللي بيشتغل والشرايح والمسامير. محتاجش فتره بعدها يقفل بقه ولا برضه يعني فيه وفي في حالات طبعا هو يعني المفروض ان الجراحات اللي في غرف العمليات دي المفروض يطلع فتح بقه من جوه لان انا بعرضه لجراحه عشان ما يقفلش بقه، لكن في بعض الحالات قفله الاسنان ما تجيش على بعضها فنحتاج نقفل بقه فتره بس ما بتبقاش طويله. يعني الشكل النهائي هو اللي ما بيكونش طبيعي؟ لا يعني ايه، يعني انا ممكن ايه اطلع العيان بعد ما يطلع العيان اكتشف او مش اكتشف ابقى عارفه ان قفله الفم بتاعته محتاجه ان انا اقفل بقه فتره بسيطه عشان ترجع للاسنان لوضعها الطبيعي. تمام، جميل قوي. خلينا نقول لحضرتك في البدايه ذكرت ان في ممكن كسور في الجبهه في المدين في العيون، التعامل معاها برضو بيكون عامل ازاي؟ بنفس الطريقه، الكسور اللي في الجبهه، الكسور اللي في العظم العظام اللي شايله مقله العين ليها شرايح ومسامير كل واحده على حسب حجمها. طبعا اللي بتبقى في مقله العين او بتبقى في العين بتبقى الشرايح والمسامير بتاعتها بتبقى اصغر في الحجم، بيبقى ليها شبكه ممكن نعمل اللي هو الشبكات العاديه ممكن تتحط منها اجزاء في الجزء السفلي للعين، لان ساعات الكسره بيبقى واخد العيان خبطه اماميه بحيث ان كل العظم اذا كان الانف او العين او الحته اللي شايله مقله العين دي بتكون مكسره تماما. جميل. عشان ترجعي العظم الصغير ده للوضع الطبيعي لازم حاجه تمسكه، حتى الشريحه ما تقدرش تمسكه. فبنركب ما يسمى بالشبكه، الشبكه دي بتثبت بطريقه معينه بحيث ان هي ترجع المكان اللي شايل مقله العين للوضع الطبيعي. جميل. لان اي تغير بالنسبه لمكان وجود المقله العين ممكن يخلي العيان حاسس باعراض كتير، شايف مثلا ازدواجيه في الرؤيه، ممكن يبقى شكله حتى عين نازله عن مكانها الطبيعي فبالتالي الوظيفه بتاعتها مش مظبوطه. فطبعا احنا سبحان الله دي مقاييس ربانيه يعني معموله ومحسوبه بالملي ونقول اقل من الملي كمان عشان نرجع للشكل الطبيعي بيبقى محتاج مننا ساعات كتير قوي. نحط شريحه مسامير وبعد ما نخلص ونقفل نبص لا ده الوضع ده مش مظبوط بنسبه 99.9 يعني احنا محتاجين الواحد من 10% ده عشان خاطر العين يطلع عاملين كل اللي علينا تجاهه ربنا وتجاهه. اكيد. خلينا نقول كمان يعني جراحه الوجه والفكين مش بس بتقتصر على الكسور، اكيد في اسباب تانية عشان الجا لجراحه وجه وفكين. ايوه، كلمينا عن الاسباب الاخرى. حضرتك دخلت في جزئيه مهمه ارجع عايزه لها حلقه مش هنقول بقى حلقه يعني عايزه لها وقت، بس هنقول باختصار كده اهم حاجه دلوقتي اللي ممكن برضو ومنتشره الايام دي الاورام. وجود ورم في منطقه الوجه والفكين بيخلينا اول خط العلاج قدامنا ايه؟ اي عيان عنده اي ورم في اي حته لازم ايه؟ يشيله. نعم، خلاص ما ينفعش يتساب. على حسب حجم الورم ده بتعامل مع الحاله. نعم، الاورام الصغيره ممكن ما يحتاج لهاش تعويض بالظبط، لكن لو ورم كبير وواكل نص الفك سواء كان علوي او سفلي لو انا شلته المكان بقى خلاص فارغ فاضي، هيغير شكل المريض بتاعي. وخصوصا ان انا عندي حاجه مهمه قوي في الوش او في الوجه ان عندي ناحيتين يمين وشمال، لو اليمين مختلف عن الشمال خلاص هيبقى العمر هيبقى شكله غريب جدا. طب مش طبيعي خلاص، هو نفسه حاسس ان هو مش قادر يتعامل مع الناس. فانا لو شلت ورم من الفك العلوي او السفلي الورم ده كان كبير وعامل زي ديفكت او زي نقص في العظم في المنطقه دي يبقى لازم ان انا اعوضه. وعشان اعوضه لازم احط عظم بنجيبه بقى من اماكن مختلفه من جسم الانسان نفس المريض وبحطه وبثبته برضه بشرايح ومسامير يبقى عشان ارجع الوش لهذا الوضع ايه اللي كان عليه قبل مشكله الورم ما تحصل. جميل. وحاجه مهمه قوي ان انا عندي المتابعه. سواء كان عيان كسور زي الاستاذ اللي اتفضل بالسؤال لانه بقى له 20 سنه حاسه فممكن يحصل مشاكل، ومش هنقول المشاكل دي اللي مسببها الدكتور لا، يعني ممكن قوي طبيعه جسم المريض فيها مشكله، المناعه عنده قلت، استعمل الفك بشكل عنيف، العمليه ما اتعملتش مظبوطه بنسبه 100% ساعتها لان كانت الامور متطوره وكان المريض عنده كسور مختلفه في مناطق متفرقه من جسمه، يعني الحاسه كانت كبيره قوي
ففي عوامل بتاثر على النهائي او نسبه النجاح النهائيه. مش هنقول المريض هو الوقت، مش الدكتور لوحده، لا، الدكتور والمريض والحاله والظروف ساعتها والمستشفى اللي اتعمل فيها الحاله. طبعا مستشفيات في الاماكن المركزيه غير المستشفى على اطراف منطقه معينه في حته معينه، يعني مش هتبقى تخصصيه وايه اللي يخلينا نعملها في الوقت ده عشان ننقذ حياه مريض. ما انت عشان تنقذ حياه مريض، انت دلوقتي بتنقذ حياه، سيف لايف. يعني ايه سيف لايف؟ يعني انا خليه بس عايش وبعد كده هنشوف نتعامل مع الحاله. فاحنا عندنا حته الاورام دي ممكن توصلنا كان بالظبط كان في كسر، ويمكن اكتر من كده كمان. وعشان اتفادى ان تحصل مشكله الورم تاني واعرض المريض لعلاج تاني وعمليات تاني بالظبط، لازم اتابع الحاله. الفتره الاولانيه بيبقى كل 6 شهور، وبعد كده اما يعدي اول 3 سنين بيبقى كل سنه، وبعد كده بيبقى كل سنتين، وهكذا. حتى لو ما زال المريض اللي متعرض للورم على قيد الحياه، لازم كل فتره اعمل له متابعه، عشان لو في حاجه بسيطه رجعت تاني، حاجه بسيطه انا شاكك فيها، ابتدي اتعامل مع الحاله، وتبقى الحاله ابسط كتير قوي من ان انا اسيب الموضوع يتفاقم واجي ايه عالجه. هل بيختلف علاج الحاله طفل او كبير؟ يعني طبعا سواء كان كسور او ارام، انا بتعامل مع هنا طفل، بتعامل مع كبير، طريقه العلاج بتختلف، التدخل بيختلف. سؤال مهم جدا جدا، يعني اشكرك عليه. لان علاج الطفل اللي عنده كسر في منطقه معينه غير علاج الشخص الكبير. باختصار، الطفل المفروض ان هو بينمو لغايه سن من 18 ل 21 سنه، يفضل النمو شغال. نعم. النمو ده بيبقى في مراكز معينه. ايه المراكز اللي بيبقى فيها النمو؟ المفاصل. المفاصل. طب احنا عندنا في الوجه والفكين في مفاصل؟ في المفصل الفك، والناس كلها عارفه يعني ايه مفصل الفك دلوقتي، وغضروف وكل حاجه، وغضروف وكل حاجه، خلاص يعني الموضوع بقى بسيط بالنسبه للناس، كانه سنه بتتعالج يعني. طيب لو المشكله حصلت في مفصل الفك، اتعامل معاها ازاي؟ هل علاجها يختلف عن الكبير؟ طبعا. يعني علاج الطفل الصغير اللي هو تحت سن 18 سنه، ما اقدرش اقفل بقه او الفم بتاعه 3 اسابيع، لان يحصل تيبس في المفصل، لان هو عنده منطقه النمو عاليه جدا في هذه الجزئيه او في المفصل. وانا عندي الحته دي حساسه جدا، لو انا قفلت الفم لمده 3 اسابيع، ممكن قوي المريض بتاعي ما يقدرش، او الطفل بتاعي ما يقدرش يفتح بقه بعد كده، ونوصل لمرحله تيبس الفك. لا، هو في طريقه معينه للعلاج بس تخصصيه قوي، ان انا بقفل بق العيان لمده بسيطه، من 10 ايام لاسبوعين او اقل كمان، وابتدي احطه حاجات بلاستيكيه زي الالاستكس او الاساتك دي، وبجيب المريض اعمل له علاج طبيعي يوم بعد يوم، عشان اساعد ان ما يحصلش تيبس في الفك. طبعا جراحه الوجه والفكين عارفين الكلام ده. طبعا اساتذتنا الكبار علموه لنا، يعني كل الشكر ليهم. علمونا وحطوا لنا خطوط حمراء تحت بعض النقاط، ومن ضمنها علاج الاطفال. يعني انت لو دمرت مشكله او عملت مشكله بالنسبه لطفل، هتفضل معاه العمر كله. حقيقي بالظبط. غير الكبير، الكبير خلاص بالظبط كده. بالظبط. غير حالات كتير بنشوفها. مش هنقول تدخل جراحي خاطئ، لكن اللي عملها مش متخصص، او المريض ما اتبعش الخطه المطلوبه للعلاج. بمعنى ايه؟ انت في ناس مثلا تقول لها تعالي لي بعد اسبوع عشان، او تعالي لي بعد يومين عشان افك لك الاساتك وابتدي احرك الفك وترجعي لي تاني. هي بتختفي وما بتبانشي. وتقول لها يعني، ولو حتى معاك تليفوناتها او تقدر تتصل بيها، برضو ما بتبقاش كين، او يعني بتحافظ على مواعيد الزياره للاسف، وبالتالي بتعرض ابنها وهي بدون ما تدرى لمشكله، ابنها او بنتها لمشكله كبيره. فاحنا عايزين نتفادى كل الاخطاء دي. ممكن احنا النهارده قاعدين، يمكن اهم حتى قلناها في يعني كله مهم الحمد لله، بس اهم حتى ان احنا اي طفل عنده مشكله بنسرع في التعامل معاها اكتر من الكبير. تمام، انا واقف عند النقطه دي. معانا كمان اتصال تليفوني. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بيكي، ممكن اكلم الدكتوره؟ طبعا اتفضلي. دكتور اماني معاكي، اتفضلي. انا لو سمحت دكتوره، من 6 اشهر طلعت ضرس تاني. ايوه. وبعد كده كان في تنميله في الطرف الثاني والضرس ملتهب. تمام. وساعتها ليا 6 شهور وانا بعاني عند الدكاتره، بيقول لي العصب الخامس. ايوه. ويعني وعلاج وبتاع، ما جابش نتيجه معايا، قاعد بألم في ضرسي نار تهم كده. ايوه. وتنميله في اللسان والفك كله تعبني. طيب يعني التنميله دي كانت بعد الخلع ولا كانت موجوده قبلها وانت ما حسيتيش بيها الا بعد الخلع؟ انا كانت بسيطه خالص، حسيت بيها بعد الخلع. يعني كانت موجوده قبل الدكتور ما يخلع؟
بسيطة يعني خفيفة، بعد الآخر حسيت بها أكثر بعد الخنة، اه عملت فطريات في غرفي. تمام، أنا هرد على حضرتك. طيب يا حبيبتي، السلام عليكي، تابعينا حالا، الدكتور هترد عليكي. شكرا. المريضة طبعا يعني طبعا لازم بالكشف عليها، الكشف الإلكترونيكي هيوضح لي الصورة أكتر، وبعمل أشعات معينة برضه هتوضح لي الصورة، لكن احنا هنقول ممكن ايه وممكن ده يكون ايه. أول يعني أول حاجة أو أول سبب ليه اللي بتقوله، ممكن المريضة أصلا يكون عندها مشكلة فعلا زي الدكتور ما قالها في العصب الخامس. المشكلة دي اللي هي زيادة إحساس، أو إن العصب الخامس عندها ملتهب زيادة أو حساس زيادة، حتى المسمى بتاعها نيورالجيا يعني احساس بالالم زائد، وبتبقى موجوده عند عيانين وخصوصا في السن بعد الأربعين سنه والسيدات اكتر، دي حاجه معروفه. ممكن يكون عندها الكلام ده وهي ايه ما كانتش اوير بيه، او ما كانتش يعني ايه واخده بالها منه. اللي باين الموضوع ان هي راحت خلعت سنانها، خلعت السنان ده بيخلي المنطقه دي ايه فيها التهاب وحساسه، وخصوصا لو الضرس ما اتخلعش بشكل طبيعي. طيب. يعني اتكسر مثلا، برضو هنقول مش غلط الدكتور، يعني اصل في كل الناس تقول ده الدكتور خلع لي، الدكتور مش شاطر خلع الضرس كسره، لا طبعا ما لهاش علاقه خالص. ممكن قوي الدكتور يخلع الضرس ويكسره عن عمد،